وإلى جائحة كوفيد 19، حيث تجاوزت أرقام الإصابات 122 مليون حول العالم، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات 2,700,000. في غضون ذلك، أعلنت عدة دول أوروبية منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال التراجع عن وقف استخدام لقاح أسترازينيكا بعد ساعات من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح آمن وفعال. وأشارت الوكالة إلى أنها ستستمر في دراسة أي علاقة محتملة بين اللقاح وبين الجلطات الدموية النادرة التي تحدث لبعض متلقيه. انطلاق حملة التطعيم للقاحات كوفيد 19 يبدو أنها لم تعد كافية بعد للحد من تفشي فيروس كورونا، فمنظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها من جديد جراء تفشي كوفيد 19، محذرة من بؤرة أوروبية خطيرة. وفي ظل الصعوبات التي يشهدها الاتحاد الأوروبي في التزود باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، دعت ألمانيا الجهات المعنية تسريع النظر في لقاح سبوتنيك في الروسي والاستعداد لتوزيعه، خاصة وأن الدراسات أظهرت حتى الآن أنه آمن للغاية وفي بعض الحالات أفضل من اللقاحات التي جرى ترخيصها. في غضون ذلك، أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أكسفورد ليس مرتبطاً بزيادة عامة في مخاطر تجلط الدم، وأن فوائد استخدامه تفوق المخاطر، ما يفتح الطريق أمام الدول الأوروبية التي أوقفت استخدامه خلال الأسبوع الماضي لاستئناف توزيعه من جديد بعد التأكيدات العلمية بأنه آمن وفعال. وما زلنا في أوروبا، حيث فرضت فرنسا إجراءات جديدة للحد من انتشار الوباء اعتبارا من اليوم ولمدة 4 أسابيع، في حين ستبقى المدارس مفتوحة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن 65% من الأمريكيين من سن 65 عاما فأكثر تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد 19، مضيفا أن إدارته ستحقق الرقم المستهدف بإعطاء 100 مليون جرعة اليوم. وإلى الهند، حيث سجلت أكثر من 39,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، كما فرضت عدة ولايات قيودا جديدة لكبح انتشار الفيروس لتكون ثالث دول العالم ضررا جراء الجائحة. إذن مشاهدينا، للوقوف على تطورات كوفيد 19 تنضم إلينا عبر الهاتف من باريس مراسلة تلفزيون دولة الكويت الزميلة مريم حنوتي. أهلا بك مريم، حيث تستعد العاصمة الفرنسية باريس للدخول في إغلاق جديد ولمدة شهر. مريم، كيف ترصدي لنا الصورة في باريس اليوم في ظل الدخول في إغلاق جديد لمواجهة ارتفاع الإصابات؟ تفضلي. نعم صحيح، تم تقرير فرض حجر صحي في 16 مقاطعة، وذلك بإعلان رئيس الوزراء الفرنسي البارحة. هذا ناتج عن خروج الفيروس عن السيطرة في هذه المناطق، وبالتحديد منطقة إيل دو فرانس التي تضم العاصمة باريس ومحيطها. الأرقام خلال الأيام القليلة الماضية يعني تجاوزت 30,000 حالة يوميا، وهو ما لم يكن متوقع. وبذلك فقد تقرر اللجوء لهذا الخيار الذي ترك لمدة شهرين على جنب. يعني السلطات قامت بكل ما يجب لتجنب فرضه، لكن في الأخير الأرقام والواقع فرض عليها ذلك، بحيث كما قلت تم فرضه في 16 مقاطعة التي تشهد ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة، مع ضغط كبير على المستشفيات التي أصبحت لا تتحمل استقبال المزيد من المصابين، بل وحتى تم عملية نقل بعض منهم إلى مستشفيات غرب البلاد التي تعرف إصابات أقل أو ضغط أقل في مستشفياتها. الحجر وإن كان مخفف نوعا ما عن أول حجر صحي شهدته البلاد العام الماضي، إلا أنه كان ضروري الإعلان عنها بسبب كما قلت خروج الوضع عن السيطرة واقتراب عدد الوفيات الإجمالي
من تخطي عتبة 100,000 وفاة بهذا الفيروس. فاعتبارا إذا من عشية اليوم الجمعة سيتم تنفيذ الإجراءات الجديدة للحجر والتي ستستمر لمدة شهر كامل 7 أيام على 7 أيام، يشمل قرار الحجر الصحي 18 مليون فرنسي. الحجر إذن يشمل غلق جميع المتاجر والمحلات باستثناء محلات بيع السلع الأساسية والكتب. كذلك تم منع التنقل بين المناطق، خاصة من المناطق التي تشهد هذا الارتفاع إلى المناطق التي تعرف أقل انتشار للفيروس، وذلك إلا للضرورة القصوى. بالنسبة للمدارس ستبقى أبوابها مفتوحة أمام التلاميذ، بينما ستظل قاعات السينما، المسارح، الرياضة وغيرها مغلقة، والمطاعم كذلك. هذا وقد قلصت فرنسا كذلك من ساعات حظر التجول بالنسبة للمناطق الأخرى الغير معنية بالحظر، وذلك من الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 6 مساء، وهذا فقط لأنه فرنسا بعد أيام سوف تدخل في توقيت زمني جديد، وهو التوقيت الصيفي كما تعلمون. عند اقتراب موعد الصيف يتم إضافة ساعة زمنية. وبالنسبة للخروج من المنزل ولا سيما للتنزه أو ممارسة الرياضة سيكون مضبوط كذلك بقواعد أكثر مرونة من تلك التي فرضت في أول حجر وثاني حجر، يعني في مارس الماضي ونوفمبر الماضيين، كما وذلك بالسماح بالخروج لكن في محيط 10 كيلومتر فقط، مع تصريح بالخروج. يعني لو يكون هناك شخص خارج في الخارج بدون التصريح بالخروج ممكن أن يعرض لضريبة، لدفع غرامة مالية لغرامة. نعم مريم، نعم مريم، اتضحت الرؤية. دعينا ننتقل إلى شق آخر بعد تأكيد الصحة العالمية حول مأمونية أسترازينيكا. كيف رصدتم ردود الفعل مع الاستعداد لاستئناف التطعيم باللقاح؟ تفضلي مريم. صحيح صحيح، فرنسا طبعا كانت رابع دولة أوروبية تتخذ قرار تعليق العمل بلقاح أسترازينيكا بعد هولندا، إيرلندا وألمانيا، وهذا كان لمدة 4 أيام بداية من ظهر يوم الاثنين الماضي كخطوة احترازية فقط. لكن بعد صدور تقرير وكالة الأدوية الأوروبية وتوصيات الهيئة العليا للصحة في فرنسا التي طمأنت بسلامة اللقاح، أعلن أمس رئيس الوزراء جون كاستيكس أنه سيتم استئناف العمل بهذا اللقاح بداية من ظهر اليوم الجمعة، وهذه الانطلاقة وكدليل ولطمأنة الشعب والمواطنين أن هذا اللقاح سليم. سيتم تلقيح رئيس الوزراء الفرنسي، يعني سيكون أول شخص يلقح بعد استئناف العمل بهذا اللقاح. أما بالنسبة بالحديث عن اللقاح طبعا، ففرنسا سجلت أزيد من 5,600,000 شخص تلقوا اللقاح، ومباشرة يعني بداية من اليوم سيتم استئناف العملية، وهناك العديد من المواعيد التي أخذت من أجل التلقيح. لغاية اليوم تم تلقيح 8%، أكثر من 8% من الفرنسيين، و3% منهم تلقوا الجرعتين الكاملتين.